أهلا بكم. لليوم الثاني على التوالي نظم عدد من الصحفيين اعتصام رمزي لمدة 3 ساعات تضامنا مع زميليهم حسام مؤنس وهشام فؤاد المعتقلين على ذمة قضية تنظيم الأمل. وجهت نيابة أمن الدولة للمقبوض عليهم اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر وبث أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض إثارة الفتن وقلب نظام الحكم، فضلا عن اتهام بعض المتهمين بتمويل وإمداد الجماعة، وقررت حبسهم جميعا 15 يوما على ذمة التحقيق. كاميرا بتوقيت مصر كانت في مقر الاعتصام وعادت بهذا التقرير. انا بعلن تضامني مع هشام فؤاد والناس الزملاء، طبعا باعتبار ان هشام طبعا صديق ونقابي وصاحب فضل طبعا علينا كلنا وعلى الصحفيين، طب دايما واقف مع الناس كلها مش بس الصحفيين. هشام حد مناضل وحد جدع، وانا طبعا بعلن تضامني معاه. بطالب النقابه بانها تقف الدور المنوط بيه اللي هو المفترض اصلا الدفاع عنا كصحفيين، وشايفه ان هو اصلا دورها متخاذل جدا اتجاه اي صحفي واتجاه لجنه الحريات، وبدين لجنه الحريات نفسها لانها بتدافع عنه. شايفه ان النقابه المفترض تقوم بالدفاع عننا، يعني النقابه ما بتدافعش عننا، النقابه بتقف الحاجات اللي المفترض انها توصل للزملاء في محبسهم لحد دلوقتي هي اصلا ما وصلتش، لسه واصله امبارح، بقالهم اسبوع معتقلين والحاجه لسه بتدخل امبارح. فايه النقابه عملت ايه اصلا؟ النقابه بتطلع بيان حتى بياناتها متخاذله، ما طلعش حاجه. هم زملاء محبوسين على ذمه القضيه 15 يوم، مفترض كان التجديد بتاعهم النهارده، لكن اتفاجئنا انه يعني تم تاجيل التحقيق باعتبار ان الداخليه بتمنع نزول المحبوسين احتياطيا للتحقيق طول فتره بطوله الامم الافريقيه. فاللي وصلنا من معلومات انه ربما يكون التحقيق بكره او بعد بكره في سجن طره اللي هو مكان احتجازهم، مش في مقر نيابه امن الدوله. محامي النقابه لغايه اللحظه دي بيتابع سواء مع في نيابه امن الدوله او في سجن طره على اعتبار يبقى متواصل يعني مع جهات التحقيق. يعني اللي احنا ملتزمين بيه لغايه اللحظه دي وهو حق للزملاء وواجب على النقابه اللي هو الدعم القانوني والنقابي لحضور المحامين، مساعده الزملاء واسرهم، متابعه التحقيقات، متابعه زياراتهم، اوضاعهم المعيشيه جوه السجن، يعني كل الحاجات دي بدرجه جيده بنقدر نقوم بيها. بالتاكيد هيبقى في تواصل بين الدولة وبين النقيب عشان نعرف أبعاد القضية دي إيه وطبيعتها وغيره، لأن ده هيساعدنا أكتر في إن احنا نقدم دعم حقيقي للزملاء. نتمنى إن القضية دي تنتهي سريعا، لأننا يعني متأكدين كنقابة إن زميلنا هشام فؤاد وزميلنا حسام مؤنس يعني مش مدانين في أي تهم من اللي اتوجهت لهم. يعني اللي انا اقدر اقول لغايه اللحظه دي ان انا شخصيا باعتباري مقرر لجنه الحريات في النقابه قدمت مذكره رسميه للمجلس هتتناقش اجتماع الجاي، بطلب فيها مخاطبه الزملاء رؤساء تحرير الصحف بالتزام بميثاق الشرف الصحفي وحقوق الزماله وعرض وجهه نظر اسر الزملاء ومحاميهم والنقابه في كل ما يتعلق بقضيتهم، لان للاسف حصل موجه واسعه جدا من التشهير بيهم والاتهامات اللي يعني التعامل باعتبارهم مدانين رغم انهم لسه رهن التحقيق. ان شاء الله مجلس النقابه ياخد قرار في اجتماعه الجاي، بدايه من مخاطبتهم رسمي، نهايه ب يعني قدرتنا ان احنا ناخد اجراءات تاديبيه منصوص عليها في القانون. انضم الينا عبر الهاتف وليد صلاح الكاتب الصحفي. استاذ وليد برحب بيك معايا في توقيت مصر، وكلمنا عن الاجواء كده في هذا الاعتصام الرمزي، مقدار المشاركه كان عامل ازاي؟ ايه المطالب اللي رفعها الصحفيين؟ في البدايه بشكرك جدا على المداخله وعلى التقرير وعلى مساندتكم للزملاء. الاعتصام زي ما حضرتك اشرت انه كان اعتصام رمزي لانه نظرا للظروف اللي بتمر بيها نقابه الصحفيين والشارع المصري عموما، ما بقاش في مساحه مع الاسف لا للتعبير عن الراي ولا لاي حاجه. فلم لا يعني في الوقت نفسه ما كناش قادرين نقف نتفرج، واثنين من الزملاء زي حسام مؤنس والزميل هشام فؤاد في وضع زي ده.
فلم يكن بالامكان اكثر مما كان في اننا نعتصم فنقدم قضيتنا حتى ولو كان الامر دقائق او ساعات قليله. وفعلا قدرنا نتجمع جوه النقابه على الرغم من انه يكاد يكون المنظر كما حضرتك وضحته في المشاهد السابقه مش عدد كبير، ربما لم يتجاوز ال 15 زميل وزميله، مع بعض اللافتات القصيره يعني اللي تم تعليقها جوه النقابه للتضامن مع الزملاء المحبوسين. طيب يعني احنا عارفين انه كان في اصلا في الوقت اللي كنا قاعدين فيه في النقابه برغم قله العدد يعني كان على الرغم من ذلك كان في عربيات امن في الشارع وكان في قيادات امنيه وكاننا يعني مش عارف المطلوب نعمل ايه اكتر من اننا قافلين على نفسنا باب النقابه وقاعدين جوه يعني مش فاهم المطلوب مننا ايه تاني. طيب يعني كان المفروض في وقفه اعلن عنها انها تكون على سلم النقابه للتضامن مع الصحفيين وتم الغائها او تاجيلها بطلب من النقيب، هل ده كان يعني رغبه في انه يكون في مساحه للكلام الودي انه ما يحصلش صدمات؟ يعني كان ايه الطلب، يعني كان ايه دافع وراء طلب النقيب؟ انه هو حضرتك اشرت الجزء من القصه انه هو تم التاجيل لاجل غير مسمى، وزي ما انت اشرت استاذ انه لاعطاء الفرصه للمفاوضات بالفعل وفي الوقت نفسه علشان ما يحصلش صدمات جديده، لانه بقول لك احنا كنا قاعدين جوه النقابه والوضع بره ما كانش طبيعي، فما بالك بقى لو كان الامر انه الوقفه تمت، فاعتقد انه الموضوع كان ممكن ياخد ابعاد ثانيه يعني. لانه في الحقيقه في رغبه انه ما فيش حاجه في الشارع تحصل عموما حتى لو كان المطلب منها بسيط وعادل وقانوني جدا ملوش علاقه باي مطالب لا سياسيه ولا فئويه ولا اي حاجه، هو مطلب بس بالافراج عن الاثنين الزملاء المحبوسين يعني. مطلب بسيط جدا وعادل لانه حقهم خصوصا بعد حمله الهجوم الشرسه على الزملاء، فكان المطلب انه الافراج عنهم. لكن في ظل الاوضاع اللي بنعيشها يعني انه الافضل ندي فرصه للمفاوضات اللي بيقوم بها النقيب ومجلس النقابه لعل وعسى انه الموضوع يتم حله، خصوصا انه زي ما اشار زميلنا عضو مجلس النقابه عمرو بدر انه احنا ميقنين تماما ان التهم غير صحيحه. طيب انا هاخدك برضو الجزء اتكلم فيه عمرو بدر وانت برضو اشرت ليه، فكره الهجوم الشرس على الزملاء المحبوسين او الزميلين، ميثاق الشرف الصحفي، حتى الاخلاقيات الصحفيه بتفرض على الصحف كانت حتى بتعمل دف عز يعني اوقات التضييق والقمع في فترات مبارك وغيرها انها تساند الصحفيين او اي صحفي بيتم حبسه وبيتم القبض عليه. لكن اللي حصل مش بس انه لا يتم هذه المسانده او لا تتم هذه المسانده، لكن على العكس تماما بيتم التشنيع عليهم، بيتم اتهامهم باتهامات حتى لم توجهها اليهم النيابه، لا تمنح الفرصه لمحاميهم او لاسرهم ان هم يعرضوا وجهه النظر الاخرى. الطبيعي في الامر انه في طرفين في القصه، جهه القبض وجهه التحقيق هما طرف او طرفين، والطرف الثالث هو نقابه الصحفيين واسره الزملاء. لم تقم اي وسيله اعلاميه بنشر رد القبض الصحفيين، لم تقم اي وسيله اعلاميه باستضافه اي حد من اعضاء مجلس النقابه، لم تقم اي وسيله اعلاميه بطلب توضيح من اسره الاثنين الزملاء، ويعني مش هنجيب سيره اسرهم، لكن على الاقل في نقابه صحفيين، في جهه ممثله شرعيه عن الاثنين زملاء وهما مجلس المنتخب، في بيانات كمان بتطلع عن النقابه وعن لجنه الحريات، بيانات من النقابه ولما يطلع بيان من النقيب وما يتمش حتى نشرهم في الجرايد ولا في المواقع ويكتب ويتم الاكتفاء فقط بنشر بيان جهه الاتهام مش حتى جهه التحقيق. طب انشروا تحقيقات النيابه، يعني احنا مش طالبين اكتر من ان انتوا حتى تنشروا نص الاتهامات من النيابه مش من جهه الاتهام، اللي احنا مش قادرين نفهم ليه التحيز في البيان بتاعها فقط، البيان اللي طالع من جهه الاتهام فقط ما بيتمش حتى نشر تحقيقات النيابه.
طب يا زملاء واحنا مش يعني مش قادرين نفهم الحقيقه وليه؟ دول اعضاء جمعيه عموميه، واحنا مش قادرين نفهم لانه اعضاء جمعيه عموميه مفهومه من تماما حقهم الحقيقه. يعني لا احنا مش قادرين نفهم، احنا فاهمين يعني فاهمين ليه ده بيحصل. يعني خلينا نقول مش قادرين نفهم يعني احنا او هنعمل اننا مش قادرين نفهم، بس في الحقيقه في اثنين اعضاء جمعيه عموميه حقهم ابسط حقوق الزماله يا اخي ان انت ما تبقاش في صف الاتهام ضدهم. صحيح. سيب مساحه لاعضاء مجلس النقابه ان هم يردوا. سيب مساحه للمحامين ان هم يردوا، طب ما في محامين حضروا التحقيقات. ما فيش يعني وجهه نظرهم ولا وجهه نظر الاسر ولا بيانات النقابه ولا اي شيء. انا بشكرك. ولا أي شكرا حد. جزيلا خليد صلاح الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات.